النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. كما يعلم الجميع، المملكة على موعد مع سائر مناطق بلاد الشام بالتأثر باندفاع لكتلة هوائية حارة. يأتي ذلك ضمن تأثيرات لحالة مناخية نادرة تؤثر على أجزاء من الجزيرة العربية، تتمثل باندفاع لكتلة هوائية رطبة مدارية تسمى علميا بالموجة الشرقية، تتسبب بهطول أمطار رعدية في مناطق نادرة جدا صحراوية شديدة الجفاف، تتأثر بأمطار في هذه الأيام، وهذا الأمر أدى إلى انزياح الكتلة الهوائية كما تلاحظون الحارة نحو تقريبا مناطق العراق وبلاد الشام. خلال اليومين القادمين أيام الأحد والاثنين يتوقع اندفاع هذه الكتلة الهوائية الحارة باتجاه المملكة قبل أن تتراجع اعتبارا من يوم الثلاثاء، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع درجات الحارة في مدن عديدة داخل المملكة إلى ما يقارب 40 درجة مئوية وسط أجواء حارة يتوقع أن تسيطر على المملكة سواء خلال ساعات النهار أو حتى في ساعات الليل. أيضا دعونا نستعرض خرائط توقعات النماذج العددية الحاسوبية لكيفية تحرك الكتل الهوائية بالقرب من سطح الأرض. كما تلاحظون هذه الألوان الحمراء تنم على وجود درجات حرارة حول معدلاتها الصيفية، بينما هذه الألوان كلما باتجاه اللون الأبيض تعني أن هناك كتلة هوائية حارة، كتلة هوائية لاهبة كما تلاحظون تؤثر في وسط الجزيرة العربية. هذه الخريطة لليوم السبت. كما نلاحظ إذن المملكة جاءت على حافة تأثير هذه الكتلة الهوائية الحارة، وبدأ الارتفاع تدريجي على درجات حرارة نهار هذا اليوم. غدا الأحد يتوقع كما نلاحظ بدء اقتراب، إذن هذا السبت يوم الأحد بدء اقتراب الكتلة الهوائية الحارة جدا باتجاه المملكة، وبالتالي غدا سيكون أول أيام الحر الحقيقي على المملكة. يوم الاثنين ذروة تأثير هذه الكتلة الهوائية الحارة كما تلاحظون قبل أن يبدأ التراجع البطيء والتدريجي أول أيام العيد يوم الثلاثاء كما نلاحظ، ولاحقا نتوقع أن تبتعد هذه الكتلة الهوائية الحارة عن المنطقة بشكل لافت اعتبارا من يوم الأربعاء. بالنسبة للأحوال الجوية متوقعة خلال الأيام القادمة، إذا يوم الأحد غدا درجة حرارة في العاصمة عمان 37 درجة مئوية في ساعات النهار، قد يتجاوز هذا الرقم طبعا في بعض الأحياء والمناطق المنخفضة خاصة الشرقية منها. حتى في ساعات الليل الجو سيكون خانق وقاتم، درجة حرارة 26 درجة مئوية في ساعات الليل ليلة الأحد على الاثنين. يوم وقفة عرفات درجة حرارة تصل إلى 38 درجة مئوية، ربما تقترب من 40 في الأحياء الشرقية من العاصمة عمان، والصغرى إلى 24 درجة مئوية مع بقاء الأجواء حتى في ساعات الليل أدفأ مما هو معتاد عليه في ساعات الليل. أول أيام العيد تتراجع درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية، وبالتالي الطقس يبقى حار، ولكن في ساعات الليل ليلة الثلاثاء الأربعاء يتوقع أن ينتهي تأثير هذه الكتلة الهوائية الحارة ويبدأ بتعود الأجواء الصيفية العادية بمشيئة الله تعالى. بالنسبة للعودة للأجواء هذه الليلة، هذه الليلة في العاصمة عمان درجة حرارة 23 درجة مئوية والأجواء صافية بوجه عام في ساعات هذه الليلة، وتنشط سرعة الرياح فوق المرتفعات الجبلية بمشيئة الله تعالى. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة في مدن ومحافظات المملكة بالتفصيل لنهار يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين. سنبدأها من المناطق الشمالية من المملكة تحديدا من إربد. يتوقع أن ترتفع درجة الحرارة العظمى إلى 37 والصغرى 24 درجة مئوية، جرش 38 إلى 27 وفي المفرق 38 إلى 26، بينما تكون في عجلون من 34 إلى 24 درجة مئوية، والأجواء طبعا بطبيعة الحال أقل حرارة في جبال عجلون. المناطق الوسطى في كل من عمان والسلط 37 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى لين 26، مادبة 38 والصغرى 25، وفي الزرقاء من 39 إلى 28 درجة مئوية. ترتفع في البحر الميت غدا إلى 43 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى لين 33 درجة مئوية. المناطق الجنوبية في الكرك 36 والصغرى 25، في الطفيلة 35 إلى 24، في جبال الشراء تكون من 32 إلى 23، وهي تقريبا بمنأى عن التأثيرات المباشرة للكتلة الهوائية الحارة.
في معان 38 إلى 28، في حين ترتفع في العقبة إلى 43 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون الصغرى ليلا 32 درجة مئوية. ختام هذه الجولة في المنطقة الشرقية: في الرويشد 41 والصغرى 28، في الصفاوي 42 إلى 27، وفي الأزرق من 41 إلى 28 درجة مئوية، مع التنبيه بأن هناك ارتفاع آخر لافت على درجات حرارة يوم الاثنين في المنطقة الشرقية بمشيئة الله تعالى. إذن كملخص للأحوال الجوية في المملكة، يتوقع بمشيئة الله تعالى أن يبقى يكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة يومي الأحد والاثنين. الحرارة تقترب من 40 درجة مئوية في بعض المدن والمحافظات خاصة يوم الاثنين، والتراجع تدريجي للحر اعتبارا من يوم الثلاثاء. قبل الختام، بعض التنبيهات والنصائح الهامة بشأن تأثيرات الحالة الجوية على المملكة. نبدأها لا سيما طبعا بالتحذير والتنبيه الأهم، وهو من الانتباه من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، وخاصة في يعني ضمن هذه الإجازة، في يعني إجازة عيد الأضحى المبارك. الأمر الآخر هو عدم ترك الأطفال داخل المركبات، والانتباه من خروج الزواحف والحشرات، والانتباه من عدم رمي أعقاب السجائر في المناطق الحرجية. كذلك ننبه الجميع من الانتباه بعدم ترك المعقمات داخل المركبات في ظل ارتفاع درجات الحرارة الكبير. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير، وكل عام وأنتم بألف خير. إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.